انا دائما بحب هذا الوقت من السنه كثير، مش بس لانه وقت اعياد، بس انه دائما لما بتوصل لاخر السنه هو وقت تعمل ريكاب او تعمل تقييم لسنتك كيف مشت. ف لحتى انا شجع حالي، هذا سؤال عم بساله لحالي وبساله لمشاهدينا شاركونا فيه، شو في شيء تغير فيك بالسنه الماضيه؟ شيء تغير، تحسن بعلاقتك مع ربنا، بخدمتك، بحياتك كزوج كزوجه كخادم كبشغلك؟ شيء تغير، مش انه تغير البوزيشن تبعي كنت كذا، لا، شيء تغير، حس انه ربنا علمك، طورك فيه، ربنا اجى من ربنا غيرك وعلمك فيه، وشو في شيء بعد حابب تغيره او تشتغل عليه بالسنه اللي جايه؟ عندكم انتم اجوبه او بتفكروا فيهم؟ حابب افكر اكثر بس انا يمكن عندي اول جواب رح جاوب هيك، بخلي الناس تقدر تفكر شو معقول كل واحد يجاوب. كنت عم بقول لماريان انه قد ايه الرب اشتغل علي بحوارنا بالبيت. نحن كثير بنحكي، كثير بنسال بعض، وكثير بس مرات الحوارات او الظروف اللي بتمرق معنا بالحياه، المشقات والمطبات، مرات كنت واجهها وقت احكي انا وماريان شوي بعصبيه، مرات كثير قبل، بعدين شوي اليوم صار غيرني الرب بالشيء اللي انا كنت دائما اطلب فيه، انه كل شيء برد فيه برواق اكثر. كثير فرحت، عم لاحظها، كنا يعني انت سؤالك عم بيجاوب على شيء عم نحكيه بهول الثلاث ايام، كثير عم نفهم بعض، وكثير لو السؤال معي حق فيه اللي عم تسالني اياه وبدي جاوب، ما ضروري دائما يكون هالقد فيه غضب دغري، لو معي حق فيك تجاوب، ومش ضروري الشخص تا يفهمك بوجهك تكون عم تغضب عليه، مرات انا بحس اغضب ولا تخطي ومهمه، مرات تتوعي الشخص اللي بوجهك بس ما تكون ماشي معك بالحياه على كل شيء. صح. بقى انا كثير فرحان بهذا الشيء، وما بعرف اذا الانسان بس يجي ولد صغير وعندنا نحن نواه اف ببلش كمان يقلب مقياس حياه جديده. بيقول البي مرات خلص تغيرت، صرت مش حياتي لابني، حياتي لالي ومرتي ولابني، بس صرت هيك ما بعرف. ابنك بيعطيك نوع انه تروى تروى، مش كل شيء بده شو يا نور، مزبوط انه الاولاد بيعطوا تروي مرات بالحياه؟ صح اكيد، لا في كثير تروي وفي كثير خبره حتى ونضج بيصير بالعلاقه وبكل شيء نتيجه انه هذا الولد، لانه هي مثل اذا انت استلمت خدمه وتحتك ناس، هذول الناس عم يراقبوك، انت لو ابنك بعده صغير ومش عم يفهم بس بدك تصير تتلافى اشياء لانه بتعرف رح يجي وقت هذا الولد رح يطلع عليك وبدك اياه يكون احسن منك بعد، مش مثل ما انت هلا بدك اياه، فبتصير تقول شو فيني اشتغل هلا على حالي لحتى اتغير، ولحتى لما ابني يكبر يشوف الحب صح مني ومن امه، يشوف الاحترام صح مني ومن امه، يشوف كل شيء صح مننا. هيدي هلا على سيره الاهل، وقديش هالفتره مروان وانا بنفكر انه عن جد شو ما بدنا نعلمه لجوفاني، نحن لازم نكون مثل اعلى لهيدا الموضوع، انه ما فينا نقول له مثلا شيء كثير بسيط، لما تاكل شيبس ونحن قاعدين قدامه عم ناكل شيبس، يعني قديش بتعطيك هيدي الروح المسؤوليه، وكثير عم نفكر هيدي الفتره، وقديش بنشكر الله انه في كثير اشخاص سبقونا وفينا نتكل كثير عليهم من هالناحيه. لكن إيه عندك شيء؟ انا حبيت في شغلتين كثير هيك كانت عم بتراودني، هي انه استسلمي لإلي يا جيمي، يعني هيك الرب عم بيعلمنا كيف استسلم له لمشيئته للاوضاع، اذا الواحد مارق فيها خلص بس استسلمي حطيهم بين ايدي وانا بهتم بالموضوع. ليه خليني اسالك هيك، لان حلو، ليه بيجي هيدا القرار نهار وحكيتي بينك وبين الرب؟ لان كنت ما تستسلمي قبل، كانت كل شيء بقوة ايديك، كل شيء جرب انا قد ما فيي، مش بكل شيء بس يعني ببعض الامور بحس انه انا بدي اعمل كنترول، انا اللي بدي سيطر، بس هيدا ما بيزبط مع الرب، لا، لانه نحن ما هالمره رح اقول لك ليه عم بوصل. بدي اوصل لانه حلو اللي عم تقوليه، هل لان مره وصلتي عم بتسيطري بايديك وفرجيك الرب انه ما قدرت تعملي شيء؟ صح، هي شغله. وفي شغله ثانيه كمان، هديك النهار كنت عم بسمع ترنيمتين، وترنيمتين كان عندهم نفس المسج، انه يسوع هو رايح قبلك، يعني رايح قبلكم، Jesus goes before me، وين ما روح الرب رايح، عم بيدبر لي محل، عم بيدبر لي شيء، عم بيدبر لي الوضع اللي انا لازم اكون فيه، عم بيهيئني للحرب، او مش للحرب الفعليه بس الحرب الروحيه. بس قديش حلو ان الرب بيسبقنا قبل ما نوصل، هيز ذير، بيفتح لنا الباب وبيقول لنا اهلا وسهلا، انا وياكم رح نروح هيدي الرحله والمرحله.